المصيبة العظمى وين؟ يقول لما عاد الحسنان إلى دار أمهما ساعة وفاة، فكأنما غابت عنهما ونتها، يلتفت أحدهما للآخر يقول ليش ما نسمع ونينمنا ولا نسمع كلام، إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب الملعب، لو يأس ما سافرت عنا وخلتنا يتام، والشهيد يقول لا تفاول ترى قلبي انكسر. سالمه ويا ريت يا ابن امي كلامك لا يكون، فالها فال السلام وريت علتها تهون. قال خويا ابن نحيل وبهضها ضرب المتون، نسال الله الضلع المكسر من الزهر جبار. شلون يا ابن ام السلام والجسد منها نحيل، والضلع منها مكسر والصدر دمه يسيل. ظنت يا نور عيني اليوم والليله تشيل، وللاسف ما وصلت العشرين خويا من العمر. على الزهر يوم دخله وعاينوها مددة، نايمة نومة الموتى وسالمة الموسدة. اليوم صلواح قلبي ومستل عليها الردى، طاعوا عليها ومدامهم تهل مثل المطر. الحسن يبكي ويصرخ يا والده كلميني، وحسين يصرخ يمه تروحين وتخليني، فتحي عيونك يمه انعمت بعدك عيني. زينب تحن وتنادي ماتت الزهر الليل،